اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، مستمتعين الحقيقه بوجود كابتن وائل جمعه معانا في البيت الكبير، الحقيقه بيته وبيت كل جمهور النادي الاهلي. جمعه هسالك برضو دلوقتي عن في الدوري المصري، في بعض الاجانب اللي كانوا دايما بيبقوا متواجدين بيلعبوا وانت بتمسكهم طبعا كراس حربه، يعني هم بيلعبوا كراس حربه وانت بتمسكهم. خلينا نطلع نشوف الفيديو الاول ده لانه من احد اللاعبين الحقيقه بابا اركو. بابا اركو خلينا نشوف قال ايه عن وائل جمعه ونرجع نكمل مع حضراتكم، اتفضل. يا كابتن وائل اخبارك؟ انا مبارك وحشني. وانت ايه اصلا مساك؟ يعني كل عارف معروف، مش انا اللي بقولك، دنيا معروف. وانت يعني نجم ككوره، انت نجم وانت كبير، يعني ربنا كان كويس معك وعملت كل حاجه في كوره. ناس كتير عايزه يبقى زيك لكن ربنا اللي عايز كده، وانت ربنا كلي كل حاجه اللي انت تعمل ربنا معك. وانا برضو انا في بلدي حذرنا كتير في الملعب وتعامل مع نفسنا كتير وكويس، يعني انت نجم وانت ليجند كبير اصلا مساك. انت كبير زي اقول لك ايه، يعني كانافارو والناس دي كلها انت زيهم. عسل. بابا اركو بيتكلم عربي، انا قال لك كلها عربي. اولا بابا اركو واحد من الناس من افضل المهاجمين اللي جم لعبوا في الدوري المصري اسلام، ولاعب مميز جدا. عجبني طبعا كمان محاولته الكلام باللغه العربيه، بصراحه لاعب كان مؤدب جدا داخل الملعب، فنيا كان ممتاز وكان يتعب اي مدافع. انا كنت احب العب على النوعيه اللي زي بابا اركو. خليته يتكلم عربي يعني لا لاعب كان ممتاز ومحترم، مش بيستفز المدافعين او كده، لا لاعب خطير يخليك دايما عينك عليه، فبصراحه كان موهبه ممتازه يعني.